بس لما نظبطه كده على مزاجنا. وطي اصوات التلفزيون شويه. على فكره انا عندي مهندس ديكور الاماكن زي دي تحفه. مهندس الارض غير المحطه. لا 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 يتفرج على الفيلم. مالكش دعوه انت بالمشروع. لكن دي ليش عن ايديك كتير؟ انا عارف مين اللي ظبطها. ايه معنى عن ايديك؟ انت منتهي بالجريده. لا حول الله. شو دخل الجريده بالموضوع؟ وطي له شوي وطي له شوي. الفشل كبير. احنا فات صحيح. لكن بصريح العباره كده يعني غير المحطه غيريها الوانها ما عجبتني. قلت لك ما راح غير. لو حاجه تحكي بقى تفتفتي على بيتين بزا غيريها بقى. ليش هيك عن ايدي؟ لو بعد ما هيك ما كنت جوزت لك انا. ما راح ارد عليك اكيد مش بقى. هلكتيني. وين الدوحة؟ بالمطبخ. ليش بالمطبخ؟ 60 قداحة شو بتروح حطيتهم هون؟ ليش بدك تبيعهم المطبخ؟ انت اخذت على المطبخ وقت سويت شاي. قومي جيبيها قومي قومي. قول له ما رجعتي لساتك ادي ادي بدك ساعه تروحي ترجعي ادي بعرفي الله باليني. وليه؟ شو صورة الزلمة اللي حاطيتها بالمطبخ؟ ايه صورة صورة هذا الزلمة. هاي صورتي قبل التجميل.